أختنا نعمة الله اتصلت في حلقة الرابعة عصر النهاردة مع الشيخ شعبان درويش حفظه الله، ويبدو أني ما سمعت قولها أن الزوج لا يعلم، يعني أنه يعلم ويوافق ضمنيا، أدي المرتب أهو، ويعني تصرفي كيفما شئت عن طيب خاطر، جزاه الله خيرا. وهي بتعمل جمعية، أحيانا بيبقى عارف وأحيانا مش عارف، بس الجمعية بتاخدها تديها له، فهي تحسن تدبير شؤون البيت، جزاه الله خيرا. فما حكم هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي تحقق شرطا وهو موافقة الزوج، بقي شرط آخر وهو عدم الإفساد في الصدقات، بمعنى أنها لا تتصدق بما يجور على نفقات البيت وعلى نفقات الأولاد، فإذا تحقق الشرطان فهي مأجورة إن شاء الله. نعم، جزاك الله خير شيخنا.